كنت صف أول. للسنة الخامسة تتهجى صوت أبيها الذي انقطع وغاب خلف القضبان، ولا شيء يعوض هذا الغياب الذي يكبر معها ويحضر في تفاصيل طفولتها. تمر الأيام ثقيلة وطويلة، وأسرة الصحفي توفيق المنصوري بانتظار عودته التي ستملأ البيت دفءا وأمانا، لكن أمانها بات مهزوزا بعد إصدار ميليشيا الحوثي أحكاما بإعدام توفيق وثلاثة من زملائه الصحفيين المغيبين في معتقلاتها. لما نقول لهم ليش أنتم ماسكين له وما تحطوش يخرج ما تحطوهمش، قولوا قتلوا احنا بما هم قنامهم، قولوا بإقلامهم احنا ما قتلوكم شو ما معاهم رصاص، قولوا احنا بإقلامهم قتلوا احنا عظم ما ديهم بالآليات. خاف كأني مرض كتعب كأني خاف على ابني، يعني داري انهم ما بهم شرح ما يعني كل يوم اني ما اقدرك شماسك روحي وتعبك الى الان، واني ما اقدر شماسك نفسي لا اقدر. حسبي الله ونعم الوكيل. عشرات الصحفيين في المعتقلات والمئات في دروب المناف البعيدة في أحسن الأحوال، فيما لقي بعضهم حتفه في جبهات الحرب. لعل هذه الوقفات الاحتجاجية المستمرة والأصوات المرتفعة التي لا يسقي لها أحد في عالم يحتفل باليوم العالمي للصحافة تتوقف هي الأخرى يوما ما. من يدري، فالصحافة التي ضاقت بها البلاد وانحسرت أمام صلف وهمجية الميليشيات أقلام وأصوات الإعلام في اليمن باتت تعاني حالة غير مسبوقة من القمع والتضييق، ولا يعلم أين يتجه مصيرها. لا يوجد أبرز من هذا المشهد الذي يمكن أن يلخص به مشهد الصحافة في اليمن. صحفيون في سجون ومحكوم عليهم بالإعدام، صحافة معتقلة هناك في لدى الميليشيات، وأيضا صحفيون مشردون في كل أنحاء العالم، وصحفيون في الداخل لا يستطيعون أن يقومون بواجبهم الصحفي بصورة مستقلة ولا حتى بصورة مهنية بعيدة عن التوظيف السياسي للحالات الإنسانية أو حتى لحالات القتل والدمار الذي يحصل. تحديات ومخاطر كبيرة تواجه الصحفيين في اليمن وسط تجاذبات أطراف الحرب التي تتعامل مع الصحافة كجريمة، بالمقابل تغيب الكيانات والنقابات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين. بين شهيد ومعتقل ومشرد يعيش الصحفي اليمني واقعا شائكا ملغوما بالتحديات والمخاطر، مما يجعل العمل في حقل الصحافة مهمة صعبة قليلون من يتجاوزونها. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.